Penne? ما الفريدو بني الفريدو هاي ستيفاني مع الجيش مع الجيش صح. امبارح عملنا رافيولي مع مارون وغورغونزولا، اليوم هيك هذه الجمعه كلها معكرونه باستا. مع اليوم كمان بني طيبه كثير سهله وسريعه، هي الدجاج يلي بدنا نشتغله مع البصل والثوم والبندوره زيتون فليفلي شويه من الكريم فريش بالاضافه للفطر. هلا بطنجره على نار مثل ما هون عم بشوفوا لضيق الوقت، ترينا انه نبلش نسلق البني تحت الهواء، حطينا شوي من الملح شوي من زيت الزيتون وضفنا البني. وهون بدي اقول يلي ما بحب البني في يستبدل بالسباغيتي بالتاغلياتي بحيلا نوع من المعكرونه. هلا شو هي الصوص تبع وصفتنا؟ بمقليه على نار او بطنجره بدنا نوضع شوي من زيت الزيتون او زيت نباتي. اول ما يحمى الزيت بدنا نلوح صدور الدجاج ستيفاني يلي قطعناه هون بقدر اصبع. هون هيدي وصفه يلي ما بحب الدجاج فينا نشتغلها بلا دجاج، يعني بس الخضره فينا نستبدل باللحمه او بالقريديس مثل ما فينا نشتغلها بس بالخضره. هلا كمان لضيق الوقت كنا بدنا نقلي الدجاج، نلوح الدجاج بمقليه على نار، نشيلهم على جنب، نرجع بنفس المقليه او الطنجره نقلي البصل او الثوم، نرجع نضيف الزيتون الفليفله البندوره الفطر شويه من البارميزان والكريم فريش. بس هلا لضيق الوقت حنشتغلهم كلهم مع بعض. لكن بطنجره على نار ضفنا شويه من الزيت، ضفنا الدجاج يلي مقطع مثل الشاورما. اوكي. هون بدنا نذكر انه الدجاج ضفنا له شوية من الملح شوية من بهار الأبيض وبهار الأسود. بدنا نلوح كل المقادير سوا، بدنا نوضعهم على جنب ونرجع نقلي البصل والثوم. لكن مثل ما هون عم نشوف البني عم ينسلق على نار، حطينا الدجاج مع عم نقلي مع زيت الزيتون، عم نقلي مع زيت الزيتون على نار قوية، على نار قوية صح تمام فوالا ينسلقوا الدجاج صح. لكن عم نلوح الدجاج، اول ما يبلشوا يستووا الدجاج بدنا نشيلهم على جنب وبدنا بزيت المقليه يلي فيها نكهه الدجاج نلوح بصله كبيره مفرومه صغير مع حصين من الثوم. على طول على نار بدنا نضيف الفليفله المقطعه، وهون بدي اقول يلي ما بحب الفليفله فينا نستبدل بالبروكولي يلي كمان بيعطي نكهه طيبه، او بحيلا نوع من الخضره يلي نحن بنحبها. لكن ضفنا الدجاج الفني على نار، هيدي وصفه طيبه ستيفاني كمان اذا بنشتغلها بالقريدس كثير طيبه انه نشتغل الفني الفريدو بالقريدس او اللحمه، يعني مثل اللحمه الشاورما بس اكيد مش منوعه. لكن عم نلوح الدجاج مثل ما هون عم بيشوفوا بلشوا يستووا، اول ستيب لكن اول ستيب هي تلويح الدجاج على نار بشويه من زيت الزيتون او زيت نباتي. من بعد ما نستوي نص استوى ستيفاني مش يعني استوى كامل، بدنا نوضعه على جنب نرجع نزيد شويه من الزيت ونلوح البصل والثوم. بس نحن اليوم لضيق الوقت مع الدجاج بدنا نضيف البصله. هون في عنا بصله مقشره مفرومه صغير بدنا نلوحهم، لكن هالطريقة كمان يمشي الحال أكيد يمشي الحال. وكمان أنت لوحت البصل قبل، لوحنا البصل على أساس تما نضيع وقت نضيع وقت ولا لكن لوحنا البصل باستا
رجعنا ضفنا الثوم. هون بدنا نذكر انه عم نحكي على ثوم مفروم صغير. الثوم كثير بيعطي نكهه طيبه خاصة مع الدجاج بيطبخ. هون بدي اقول كمان ستيفاني يلي ما عباله اليوم يشتغل بالكريم فريش، لانه سبق انه امبارح كمان اشتغلنا بوصفتنا فيها كريم فريش، في استبدل بعصير البندوره. لكن ضفنا البصل، فينا نقصهم اصغر كمان اذا فينا نقصهم اكيد اصغر. نضيف الشامبينيون هلا، بدنا نضيف الفليفلي بعدين. شامبينيون فوالا. بنشكل بالالوان، شكل بالالوان، المنظر اجمل اكيد. لكن ضفنا الفليفلي هلا بدنا نخلي الفليفلي تستوي. تستوي مش كثير تستوي، انه هيك شوية يعني تي كروكانت بتكون اطيب. أوكي. لكن ضفنا الدجاج لوحنا هون، رجعنا حطينا بصل ثوم فليفلي. بعد الفليفلي بدنا نضيف الفطر. اوكي، اخر شيء تقريبا. يامي، هيدي من الوصفات الطيبة. ما بعد ما ضفنا الفطر بدنا نضيف شوية من الزيتون. ما كتير، ما كتير، هون اللي ما بحب الزيتون فينا ما نستخدمه. اوكي، لكن هنرجع نذكر، دجاج، بصل، ثوم، فليفلي، فطر، زيتون. على طول على نار بدنا نضيف شوية من الملح والبهار الأبيض. بيعطي نكهة طيبة. نرجع بدنا نضيف شوية من البندورة الكرزي. طماط سوريز. طماط سوريز. بعد عنا دقيقة ونص. يعني. تقريبا خلصنا. بدنا نحط كريم فريش. بدنا نرجع نضيف شويه من الكريم فريش ونختم بشويه من جبنه بارميزان. هيني كثير. هيدي هي وصفتنا، هيدي وصفه سهله سريعه. اكيد بدها وقت اكثر بعد على نار ستيفاني، بس معلي نحن لضيق الوقت اشتغلناها شوية بسرعة بس عم نفرجي هيك لنعطي فكرة للمشاهدين. شوية من جبنة البارميزان فوالا، وهيدي هي وصفتنا. البنة على نار، هلا بدنا لما بدنا نزيد جبنة البارميزان ما بدنا نكتر كثير. ما بدنا نكتر. اوكي صح. هلا من بعد ما تخلص وصفتنا الباستا بدنا نشيلهم، بدنا نمزجهم سوا، وفينا هون نقدمهم كمان مع جبنه البارميزان، مثل ما فينا نحط شويه لوز او بندق عليهم يلي كمان بيعطي نكهه. رح ناخذ سوا وقفه مشاهدينا، وبعد شوي بنشوفكم بتيستينج. هون الدجاج، هون الدجاج. عم بقول ما كنت عم بتابع وين الدجاج، مش مبين الدجاج. اه هون. اوكي، لانه غطينا بالخضره. هيدا مشرومز. ايه صح، هيدي وصفتنا اليوم. لا بقلبها كان في كمان، هن الاثنين سالي فكرتها طعم التمصرال. لا اليوم عم نحكي على الخضره، يعني حطينا فليفله فطر. اليوم عنوان الحلقه صحي وسريع. صحي وسريع. صح، سلقنا المعكرونه ما قلينا، بس لوحنا الدجاج. هلا فينا نسلقهم نشويهم بالفرن اكيد. رجعنا لوحنا بصل وثوم مع شويه زيت والدجاج، ضفنا الفطر الفليفله، حطينا بندوره زيتون بده يعطي نكهه، شويه من جبنه البارميزان بالاضافه للكريم فريش، ومثل ما عم تشوفوا انه زينا شوي بالمكسرات. مكسرات بالباستا، قليل ما تشوفوا بالباستا. اذا ضفنا لوز، هذه لمستك انت يعني؟ ايه انا كثير بحب جوز لوز. بندق هيك
طيب بيعطي نكهة طيبة. هلا رح ناكل تحت الهواء على رواق. يسلم دياتك دلال، كثير طيبين. بنشوفك الاسبوع القادم من وصفات كثير طيبة الصوص. هلا امبارح واليوم بات، هلا جمعة الجاي اكيد حنغير. Have a nice weekend دلال. ثانك يو. بنشوفك اربعة تجين على رأي.